الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إلى سنن الترمذي. ما زلنا في باب سن النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب رسول المناقب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب سن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع ومن الثقات الأثبات، قال حدثنا روح بن عبادة ومن الثقات الأثبات، قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال ابن معين ثقة وإن كان يرى القدر. وقلنا كثيرا المذهب لا يسقط الراوي. قال أبو حاتم الرازي ليس به بأس، قال أبو زرع الرازي لا بأس به، النسائي قال أيضا لا بأس به. قال حدثنا عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار من الثقات الأثبات. قال عن ابن عباس، عبد الله بن عباس من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، صحابي ابن صحابي ترجمان القرآن. قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة عشرة سنة، يعني يوحى إليه، وتوفي وابن 63 سنة. شوف انظر، عن ابن عباس أو الآن يدل على أن قوله أنه مات بعد 65 سنة أنه شاذ. قالوا في الباب عن عائشة وأنس ودغفل ابن حنظلة، ولا صح الدغفل سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس حديث حسن غريب من حديث عمرو بن دينار. حديث عائشة أخرجه الترمذي، سيأتي إن شاء الله. وحديث أنس بن مالك أخرجه أيضا الترمذي في باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية أخرى في مسلم. قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وابن 63 سنة، وأبو بكر وهو ابن 63 سنة، وعمر وهو ابن 63 سنة. سبحان رب العظيم. كما كان أقول ذهبت أنا وأبو بكر، جئت أنا وأبو بكر. نعم. وحديث دغفل أيضا رواه المصنف، ودغفل اختلف العلماء فيه له صحبة أم هو مخضرم، يعني أدرك الزمنين لكنه لم يحظى برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ابن 63 سنة، هو مكث بمكة على الراجح الصحيح 13 سنة، فكأنه قال بمكة يوحى إليه، يعني مدة الوحي بمكة ثلاث سنين من جملة هذا الأصح الموافق له. قال بعض العلماء أن هذا باعتبار مجموع السنين، يعني لأن مدة فترة الوحي ثلاث سنين، وروي 10 سنين بمكة. الصحيح الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاش بعد المبعث 23 سنة، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة تأسيسا للدولة الإسلامية. يوحى إليه ويبث ذلك بين الناس، ومات وابن 73 سنة. والحديث الذي بعده رواه المصنف أيضا عن معاوية بن أبي سفيان، خطب بالناس وقال، يعني يقول جرير بن عبد الله خطب معاوية الناس يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 63 سنة، وأبو بكر يعني ابن 63 سنة، وعمر وأنا ابن 63 سنة، يعني كأنه يقول وأنا سأموت على هذا السن. طبعا هذا لا ينبئ بغيب في هذا الباب، كأنه يستشعر في هذا، وهي منقبة ليست بعدها منقبة، وهي ما كانت إلا للنبي وأبي بكر وعمر فقط، لأنها هذه دلت على أن الله جعلهما خير وزيري للنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهما حبا جما. ولذلك لما كان الصحابة الكرام كانوا يفاضلون بين أبي بكر، يقولون أبو بكر أفضل الصحابة ثم عمر، وهما أحب الناس إلى رسول الله. والنبي كان يقول جئت أنا أبو بكر وعمر، لما قام علي بن أبي طالب على جنازة عمر بن الخطاب قال لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا أبو بكر وعمر، جعلك الله مع صاحبيك يا عمر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقرة تكلمت، فتعجب الصحابة، قال إني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. نعم. وسبحان رب العظيم، جعلهم الثلاثة في مكان واحد في القبر، كما كانوا في بئر أريس لما جلس النبي وجلس أبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله، والجميع مات على سن 63 سنة،
بعدما نشرت الدنيا بأسرها، بعدما أقامت الدنيا بأسرها على توحيد الله، بلغوا جميعا الرسالة، وقد قاموا بما عليهم لربهم جل في علاه ولنصرة دينهم. فالله الله في هؤلاء، حقهم علينا عظيم رضي الله عنهم وأرضهم. والغرض أنهم أيضا ماتوا في نفس السن، مات أبو بكر في سن النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، ومات أيضا عمر في نفس السن 63 سنة. نعم، الفوائد المستنبطة: ما تشابه اثنان إلا وتقاربا في كل شيء، ما تشابه اثنان في قلب إلا تقاربا في كل شيء. فضل الصحابة باهتمامهم بعمر النبي، لأنه أعظم عمر في تاريخ الدنيا بأسرها، والله تعالى ما أقسم بحياة أحد إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فضل أبي بكر وعمر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.